منتابع معكم أعزائي المشاهدين الجزء الثاني من قضايا. هل انتهى زمن الصحافة المكتوبة في لبنان؟ الصرف على قدم وساق، والاتحاد العمالي العام يستقبل يوميا عشرات المراجعات، وأحيانا من كبار الصحفيين اللي قضوا عمرهم بهالمهنة. هالأسئلة وغيرها رح أطرحها الليلة على زميلي كان لها باع طويلة بالصحافة المكتوبة، كتبت وأبدعت وما زالت بصماتها موجودة في صحافة ذاك الزمن الجميل. أهلا وسهلا بالزميلة منى عنتر. مساء الخير أستاذ نبيل. يسعد مساكي. مساء كل المشاهدين الكرام. يطول عمرك. بتحني لهداك الزمن؟ كتير كتير بصراحة الحنين يعني ما بيوعى غير على هذاك الزمن الجميل، زمن الصحافة المكتوبة، زمن الحقيقة، زمن الكلمة الحلوة، زمن الركض الجميل وراء الخبر الجميل، زمن النزول إلى المطابع وريحة المطابع وريحة الورق وانتظار المقالة اللي كنا نكتبها وننتظرها أسبوع وأحيانا أكثر لحتى نقرأ ونشوف شو كتبنا وشو علقوا القراء وشو قالوا القراء. هذا زمن الحقيقة أستاذ نبيل ما بينسى أبدا، ونحن عشناه سوا يعني بدار عريقة. شو بتتذكري منه هالزمن؟ بتذكر هول اللي هلأ ذكرت لك إياه هون، وبتذكر أكثر شيء شو هيك بقي بمخيلتك منه؟ هلأ إذا بدي أقول لك على عدة أصعدة بقى بمخيلتي، بس أكتر الشيء بتذكر هيك العصامية اللي كنا نبنيها، عرفت كيف؟ أنه نركض نحنا لحتى نعمل حالنا، مش مثل اليوم بيعملون، في ناس بيعملون بيصنعوا صحفيين مثل ما بيصنعوا فنانين. لا، نحنا ما كان حدا يصنعنا، كنا نحنا نصنع نفسنا بنفسنا. وين أصبحت الأخلاق العالمية اللي كنا ندرسها بالجامعات ونمارسها بالمهنة بوجود بعض البرامج اللي للأسف فيها تستعمل التعابير السخيفة وتستعمل الإثارة الجنسية الرخيصة لجذب العدد الأكبر من المشاهدين؟ الحقيقة أنا كنت منتظرة حضرتك تطرح السؤال، لأنه حدث ولا حرج عن البرامج اللي تفضلت وقلت عطيتها الصفة المناسبة إلى السخيفة اللي فيها إيحاءات، وأحيانا حتى عم تروح أبعد من الإيحاءات. يعني بصراحة تقلك شغلة، ما بقى في قيمة أخلاقية للبرامج إذا عم نحكي عن الإعلام المرئي. يعني صارت اليوم الأمور فيها استسهال لكل شيء. يعني اليوم بقول لك أي بروجرام بتتقدم فيها على أي محطة عم نحكي بلبنان. أنا صارت معي بصراحة، عندي بتعرف حضرتك أنا اشتغلت برا كتلفزيون كمان، يعني عندي الخبرة. يعني أول ما تقدمت بالفكرة قال لي المسؤول على رأسنا كل خبرتك كل تاريخي كل صحافي، بس بدنا قبل ما تقدمي لنا السينوبسس بدنا السبونسر. يعني اليوم السبونسر هو اللي بيحكي، مش الفكرة اللي بتحكي ولا شخصيتك اللي بتحكي ولا تاريخك اللي بيقول. هذه ببعض المحطات، لا بكل المحطات عم نحكي بصراحة. لا عم عدهون طبعا، عم نحكي اللي بتقدم يعني انترتينمنت وهيك شيء يعني. بس انه صار اليوم بيسألوك عن السبونسرز تبعولك قبل ما يسألوك شو فكرة البرنامج. واللي ودليل على اللي عم نحكيه أستاذ نبيل هو الموجود اليوم بكل المحطات اللي عم نشاهدها. يعني برامج ولا أسخف من هيك، ما بدنا نسمي ونعمل لهم دعايات. تتعرض للأخلاق، تتعرض للديانات، تتعرض ل تاخذ الامور هيك بسخافه، تاخذ الزواج اللي هو سر مقدس مثلا تماما، بتتعرض للعائله، بتحكي عن التجارب الجنسيه قبل الزواج بكل وقحنه. نعم، تحت شعار انه نحن عندنا حريه. لا يا خي، مش هيك الحريه بتكون، لا ابدا مش هيك. شو رايك كمان؟ بدها هدوء القصه، بدنا الروق يعني.
طبعا فاعل لانه في حريه اعلاميه مسؤوله يعني كمان 100%. نحن ما هيك تعلمنا، ما بتذكر هيك تعلمنا يعني. مظبوط. ولا هيك كنا نعمل تجاربنا، ولا هيك كنا نقدم مطروحاتنا، ولا كنا نقدم هيك اي مقال، ما كان عندنا هالاشياء. واللي كنا نكتبه اذا شطينا بشي فكره، كان في سكرتير تحرير، كان في مدير تحرير، كان في رئيس تحرير. صحيح. كان تمرق على 4-5 تتغربها للكلمه تتوصل للقارئ. نعم. هلا اللي عم بيتشاهد هيك على بعض الاشياء اللي بتطلع على الهواء، يعني للاسف في بعض السخافات عم تصير. نعم. يعني شو اللي بتمس احيانا بقيمه الانسان، هلا انا اذا بتمس بالديانات، بتمس بالمعتقدات، بتمس بسلوكنا، بالتربيه، بالاخلاق، بالعادات، بالتقاليد. وتصديق انا على كلام حضرتك، يعني اذا بدي اذكر بعض الاشياء اللي عم بتصير بدون ما اذكر اسم البروجرام، اكيد يعني المشاهد حيعرف شو بقصد ومين بقصد. يعني ناس على البحر عم تعمل كومبيتيشن ومدري شو مسابقات وهيك، هالقصص اكيد الكل عم يحضرها. يعني انا ما شفت اسخف من هيك. عداك عن الاشياء اللي صارت، مين انا انه مين اكثر انا ولا انت، بدنا نجيب ريتنج على اساس شو؟ على اساس الحياه، على اساس الاخلاق، على اساس اشياء يعني ما كنا بنتصور نحن انه نوصل لهيدا الزمن. فعلا هيدا زمن التخلي، انا بسميه زمن التخلي. مثل ما في نهايه للعالم، انا بقول في نهايه للاعلام، ونحن قربنا بدايه النهايه للاعلام العربي. شو رايك ببعض اللي بتشوفيه على وسائل التواصل الاجتماعي من اراء هيك مختلفه، وكل واحد بتلاقيه عامل تحليل وعامل صحافه وعامل كل شيء. شو بتفكري وقت اللي بتقري هالاشياء هيدي؟ الصراحه صرت بحس انه كل اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا صاروا صحفيين، وصاروا كتاب، وصاروا نقاد. ونحن بتعرف قديش حفرنا، يعني لصرنا نعرف نقول نحن ننتقد هذا العمل نقد بناء. اليوم مثل ما تفضلت وقلت استاذ نبيل، الكل صار بده يكتب، الكل يعني هذا الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي عملت من اللي ما عنده شغله شغله، عملت من اللي نفسه ينتقد ونفسه يسب ونفسه، عملته انه هو ناقد. بس بالنتيجة في شيء اسمه غربال، انا بتصور يعني المشاهد او القارئ او المتابع اذا بدنا نقول هو عم بغربل، يعني انه هيدا الكلام مش صحيح. والدليل على ذلك لما حضرتك بتكتب او اي حدا له قيمة بيكتب، ناسه تتبعه، بينما اللي مجرد بيفوت ليقول رأي أو ليزكزك أو ليعمل مشكلة يعني ما، أو أي أشياء بيعملوها دايما يعني على هذه المواقع، أوامل القارئ بيلقطة يعني. صار. وبتلاحظي شغلة أنه الناس بينبسطوا باللايك، مع العلم أنه إذا واحدة حطت صورتها ماشي يعني بتجيب عدد كبير من اللايك، وهي ذاتها إذا كانت أكبر شاعرة وحطت أجمل قصيدة كاتبتها بتجيب عدد متدنٍ جداً. 100%. يعني بتلاحظ الناس صارت بتهتم بالمظهر وبالأشياء أكثر ما بتهتم بالمضمون. صحيح. وأضف على ذلك أنه كمان صار اليوم، معلش بلا مأخذة بدنا نقولها، يعني صار كل واحد يعني بيرتب له كلمتين هيك، بيصف له كلمتين، رأيتك في الليل وكلمتك في نهار، صار شاعر. صار شاعر. صار شاعر. ما طلعت معك قصيدة هلأ. بليز حول حول كاتب محفوظة. انه بيعملوا كتب وبيعملوا اصدارات وكتب بيحطوا على كل صفحة هول كلمتين، ما بيكملوا القصيدة. لا وبيعملوا اكتر شيء بيحطوا 3 نقط نحن نكملها على اخر صفحة، بيعملوا لك نبذة عن حياتهم، وهن كأنه يعني عرفت كيف انه يعني هزلت. برأيك التلفزيون ووسائل التواصل قادرة تحل بيوم الايام محل الصحافة المكتوبة؟ قادرة تاخد دورة التلفزيون و وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا ما بتقدر تاخد محل الصحافة المكتوبة، عم نحكي ما هي إيه؟ لا ابدا. الدليل على ذلك استاذ نبيل انه التاريخ لم يذكر بمواقع التواصل ولم يذكر بتلفزيون فقط. التاريخ مكتوب مدون مخلد بالقلم. إذن القلم
لا يعطي قيمته لحد. وقت اللي بتشوفي زملاء لك ولقلنا عشرات الصحفيين بالاتحاد العمالي كل يوم او عند محامين معينين عم بينصرفوا من مؤسسات اعلامية كبيرة، شو بيخطر على بالك؟ شو بتفكري؟ بتحسي بوجع؟ بتحسي بألم؟ مش بس بحس بوجع، بحس بقلت لك بنهاية هالإعلام هيدا. يا عمي نحن وين كنا وين صرنا؟ يا عمي والله نحن عالم مثقف، اللبناني إنسان مثقف، ليش عم يتجه لهون؟ ليش عم بيخلي الأمور تفلت هيك بين إيديه؟ يعني بين عم بقرا بالصدفة عم شوف شغلة إنه يا عمي المنجد العربي مين ما عنده منجد عربي ببيته؟ صحيح يا عمي والله اللبناني عامله، اللبناني عامله صحيح، حافظ على اللغة العربية أظن أيضا هو رجل دين عامله يعني. نعم. فيعني ليش نحن عم نوصل حالنا لهالدرك هيدا لهالمستوى هيدا؟ ليه ما بنحافظ على مستوانا؟ ليش ما بنعلى نحن بالذائقة هيدي ونعلي معه؟ ليه بدنا نحن ننزلهم كبرامج كسوشيال ميديا إلى آخره؟ يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني وصلنا لمطرح ما بقى في تراجع. أنت كنت من المتألقات بصحافة الزمن الجميل بمجلة من كبريات المجلات اللبنانية وغيرها. وقت اللي بتشوفي صحافة اليوم بتحسي في فرق بين الأقلام اللي كانت تكتب وبين الأقلام الحالية؟ 100% 100% ايه بلاقي في فرق كبير. بتحسي باختلاف كتير كبير؟ بحس بدي ارجع استعير هاي الكلمة باستسهال، يعني القصص عرفت كيف؟ انه اي كلمة بنزتها، اي تعليق بنحطه، اي شيء بنكتب، يعني المهم نحن نعبي، المهم نعبي ونطلع هالمقال ويصدر هالمنشور وانتهى الموضوع. يعني اليوم اذا بتطلع استاذ نبيل حقيقة انا يعني من وقت اللي رجعت على لبنان وعم بتطلع بالصحف وبالمجلات عم شوف اسماء بحياتي ما سامع فيها وبحياتي ما تابعت مسيرتها، يعني فجأة عرفت كيف بلال وضحاها صار في اسم، صار في حدا عم يكتب، صار في حد يعني امتى هو كتبوا؟ امتى هو طلعوا؟ طب وين كانوا عم يعملوا استاج هو؟ يعني حتى انا بعرف انه كثير في ناس بتكتب ما لها علاقه بالاعلام ودراسه الاعلام. اوكي الكتابه موهبه انا معك، ولكن في لها اسس الموهبه، ما لازم تكون موهبه بربريه يعني. صحيح. لا ما بيسوى هيك، يعني بين الوقاحه والجرأه في خيط. بعدك بتقري صحف ومجلات المتاح 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 ايه، بس حتى هي ما عادت الى قيمتها مثل قبل. يعني حضرتك هلا ذكرت انه باحدى المجلات المرموقه، بيأسفني اقول انه حتى هاي المجله المرموقه من دون ما نسمي والعالم عرفت اكيد لم تعد مرموقه، تعيش على امجاد النجاح. لانه الصحافه المكتوبه وين ما كان تقريبا عم يعني حتى بالدول الاوروبيه بتلاحظيها انه خف بريئه، في كبريات الصحف سكرت. نعم. يعني بتحسي نعم. انه الصحافه ما عاد لها كمان قراء الكافيين. نحن على كل حال بدنا نقول شغله ونعترف فيها انه نحن هالامه العرب هم لا تقرا، يعني هيدي بدنا نعترف فيها، ما بنقرا. يعني اذا بتروح على اوروبا بتروح على امريكا خاصه باوروبا بتلاقي العالم بالستيشن بأي مكان في يعني سيتينج ينتظروا فيه، ما بينتظروا هيك تعلقوا على هيدا وتعلقوا على هيدا، تلاقي بايدهم كتاب، تلاقي بايدهم جريده. هاو امي ليسوا عرب، بس هاو دول بيعرفوا شو معنى وشو قيمه القراءه، شو قيمه بعدين مش مهم كيف نقرا، المهم عفوا شو نقرا، المهم كيف نقرا. كمان هيدي كتير مهمه، في كتير ناس ما بتعرف كيف بتقرا. للقراءه صح. ايضا طريقه صحيح. واسلوب وطريقه يعني تخليك وتبحر بكل كلمه احيانا 100%، بس في ناس مش القراءه العموديه ايه؟ من اول صفحه اول كلمه واخر كلمه 100%، وفي قراءه بين السطور كمان. صحيح هيدي مش الكل بيعرف يقراها يعني. صحيح. بالسطور بتحني بعدك هيك لريحه الحبر تبع المجلات والجرايد وقت تطلع على ايديك وقت بتشم ريحه الجريده
وقت اللي كنا نلاحق مقالاتنا بالمطبعة وبالإخراج وبال 100%. بعدك بتحني لهالأمور؟ 100%. يعني مش من أول حديث ذكرت لك كيف كنا نركض على المطبعة وكيف كنا ننطر مقالتنا من أسبوع لأسبوع أو بالجريدة يوميا، أو يعني كان في غير إحساس، شعورنا كان غير إحساس يا عم. صحيح. شعورنا كان غير إحساس، كنا نبقى يعني من أول ما نوصل على دار النشر اللي كنا فيها، أول ما نحط يعني خطوتنا الأولى بهالدار، كنا نحس خلص يعني بيتنا، عائلتنا، أسرتنا صاروا بمكان آخر، نحن صرنا بمكان اللي بيصنع مننا صحافي. عم بحكي أنا عن حالي، كنت هيك حس. هلا كان في ناس تيجي تتسلى أوكي، بس إنه أنا عم بحكي عن حالي، أنا كنت حس إنه فتت على هيدي الدار لأعمل هالإنسانة هالصحفية يلي يعني بعدين ما لها علاقة، نحن اللي درسناه ما له علاقة أبدا بالممارسة. يعني الصحافي هو صحافي ميداني، يعني صحيح. مش صحافي استوديو بس وصحافي ورا مكتب، لا، الصحافي عمل ميداني، وهيدي قلال كمان بيعترفوا فيها. بتروحي تزوري معارض كتب؟ بتشتري كتب؟ انا ما بدي اكون كتير يعني انه والله طوباوية وما ادري شو بروح لا ما كتير بروح، بس وقت البدعة يعني بندعى حسب أهمية العمل بروح أو ما بروح، بس يصير في معارض أنا بقصد، بس ما بروح بأول افتتاحيات. طيب ليش منلاحظ أنه في أحيانا أقبال على معارض يمكن السلع والبضائع أكثر ما في أقبال، ما نسمي غير شيء يعني، أكثر ما في أقبال على معارض الكتب، مع أنه كل كتاب يعني بياخد جهد وبياخد سنين من مؤلف وبياخد تعب وبياخد تجربة عمر، شو السبب برأيك؟ لأنه نحن أمي لا تقرأ وما تاكل لتعيش، بلاش تعيش لتاكل. مع انه الكتاب ارخص يعني. شيء بعده يعني بهالغلا الموجود يعني، يعني حق ساندويش. بتغذي فكرك. للاسف هلا عم بقول لك انت انه بالمعارض اللي بتصير معارض الكتب، انا بتذكر وقتها كنت فينا نقول انه كنت بالامارات يعني، كنت انا اقصد المكاتب والمعارض هيدي اللي كانت تصير يعني بالصروح الأدبية والثقافية هناك، لا أقدر أنا أنتقي الكتب اللي بدي إياها. يعني كنت هناك أكثر، مع أنه هون بتقري أكثر، أي هون نحن بلد القراءة المفروض والكتب والحريات و بس وينني؟ مين عم ببيع كتاب اليوم؟ مبدئيا كلية مين عم ببيع كتاب؟ صحيح. مبدئيا كلية الصحافة انعملت تتخرج صحفيين يشتغلوا، مثل ما كلية الطب بتخرج أطباء، مثل ما كلية الحقوق بتخرج محامين، مثل ما كل جامعة بتخرج شيء. إنما اللي عم نشوف جزء كبير بالإعلام منهم وبتقديم البرامج وكذا، منهم عاملين، مش متخصصين بهذا الاختصاص هذا. يعني برأيك ما عم تخرج الكلية حاليا عاطلين عن العمل يضافوا إلى نسبة 30% من الشباب اللبناني العاطل عن العمل؟ 100% اللي عم تفضل فيه، إضافة إلى أنه سوق العمل لم يعد يحتاج خريجين، خلينا نكون صريحين، هيدا منبر الحقيقة عندك. صحيح. وأنا اسمح لي أقول الحقيقة، اليوم سوق العمل الصحفي خاصة أو الإعلامي بشكل عام كان شاشة تتطلب شكل من الأنثى صحفي مكتوب عم يصرفوا موظفينه، لانه ما بقى في يعني ممولين، في اعداد كبيره من الخريجين السنويه اللي عم يتخرجوا. نعم. يعني هودي عاطلين عن العمل. طيب الى اين سيتجهون؟ هون السؤال، وين برايك بده يروحوا؟ يعني ما لازم يكون في عند الدوله توجيه تربوي، خطه تربويه على المهن، على الاختصاصات، لازم يكون كذا. في تعويض، مش تعويض، بديل، خلينا نقول لازم يكون في بدائل عن هذه، يعني بدائل، حلول عن هالكمية الخريجين يعني اللي عم تطلع وما عم بتلاقي عمل، ما عم بتلاقي، مع انه لبنان اكثر بلد فيه تلفزيونات وصحف ومجلات والى اخره. صح معظمها صارت على السوشيال ميديا، بس كمان يعني هيدا عمل المفروض يلاقوا لهم عمل، واذا لم يلاقوا لهم عمل ما لقيوا لهم عمل لازم يعني يطرحوا بدائل لهيدي الامور. أنا هيك برأيي يعني. طيب شو دور وزارة الإعلام ووزارة الثقافة؟
شو دورهم؟ يعني أنا بدي أسأل شو دورهم؟ وتحياتنا لمعالي الوزير صديقنا وعزيز علينا كتير أستاذ ملحم رياشي، كذلك وزير الثقافة، يعني ما هو لازم يكونوا وزارة واحدة أنا برأيي، كمان مش لازم يكونوا وزارتين يعني. بس لبنان دائما في قانون إعلام حاليا قدام مجلس النواب إن شاء الله أنه يقر، إن شاء الله، بيقولوا أنه قانون مفيد للإعلاميين الموجودين، بس أكيد الشباب عم بيتخرجوا مشكلة لهم فرص العمل. ما هو ايه، ما هي في عدد كمان، بدك تشوف العدد اللي عم يتخرج كل سنة وتلاقي قباله انه شو سوق العمل لهم، وين بدهم يروحوا او كلهم. بعدين ما تنسى في كتير ناس بينجحوا استاذ نبيل، بس ولكن ما لهم علاقة بالموهبة، ما لهم علاقة بملكة الكتابة، ما لهم علاقة بالشاشة، ما لهم علاقة. طب هو بده يروحوا عبوه بالوزارات، يعني انه ادارات. اهلا وسهلا فيك زميلتنا منى عنتر. ميرسي، ان شاء الله اعياد مجيده عليك. نحن نشكر متابعتكم اعزائي المشاهدين، للاسف وقتنا انتهى. الحلقه يعاد بث النهار الجمعه الساعه 1:30 بعد الظهر، اللي بيحبوا انه يحضروها، وانا اذا الله راد بلتقي فيكم الاسبوع المقبل. ان شاء الله كل ايامكم تكون حلوه، والله معكم.